على صعيد آخر، اختتم مكتب التربية والتعليم بمديرية الغيضة في محافظة المهرة فعاليات المسابقة المنهجية للتعليم الأساسي. ودعا مدير المكتب سمير مبخوت جميع المدارس لقبول نتائج المسابقات وغرس قيم التنافس الشريف بين الطلاب والطالبات. من جانبه، أوضح مدير الأنشطة المدرسية بمديرية الغيضة هائل الفقيه مشاركة نحو 18 مدرسة من عموم المديرية في المنافسة للوصول إلى المستويات الأولى، مشيرا إلى أن إدارة المكتب، مكتب التربية والتعليم بالمديرية، سعت لإعادة تفعيل مثل هذه الأنشطة لتحفيز الطلاب والطالبات نحو التميز والإبداع. تحتل المسابقة المنهجية والمواهب والمبدعين جزءا كبيرا في المدارس، حيث أنها تعمل على تنمية وصقل المواهب في والمواهب في المدارس وتنميتهم، وكذلك تعمل على خلق روح التنافس الشريف بين أبنائنا الطلاب وتزويدهم بالمعارف والعلوم التربوية والمنهجية. وتأتي هذه المسابقة المنهجية برعاية الأستاذ محمد علي ياسر وإشراف مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، والتي تقيمها مكتب التربية والتعليم بالمديرية، حيث شارك عدد 16 مدرسة على مستوى مديرية الغيضة، قسمت إلى 4 مجموعات وكذلك إلى عدة فعاليات. هناك فعالية كرة القدم وتم انتهاء منها وتم تحديد الفائز، وهي مدرسة زيد بن ثابت، واليوم تخاض المسابقات المنهجية والمواهب والمبدعين في المدارس التي شاركت من 16، حيث تصدر واحد من كل مجموعة: مدرسة 26 سبتمبر، مدرسة الأوائل، ومدرسة جيل الغد، ومدرسة عائشة، وهم يخوضون المسابقة المنهجية الآن في القاعة. بينما المواهب تقام هذه مسابقتهم مختلفة في الخط والرسم، وكذلك تقام أيضا مسابقة الأناشيد والشعر. ونشكر كل الطلاب القائمين المشاركين في هذه المسابقة، ونتمنى لهم المزيد من التفوق، وإن شاء الله يكون لهم مواهب أكثر. أقامت مدارس الرواد بمدينة الغيضة في محافظة المهرة حفلا فنيا وخطابيا لتكريم الطلاب الأوائل في الفصل الدراسي الأول من هذا العام. وخلال الاحتفال، أكد الوكيل الأول لمحافظة المهرة العميد مختار الجعفري على أهمية التعليم وقيمته في المجتمع، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تقدم الدعم بشتى الوسائل للارتقاء بالتعليم في المحافظة. من جانبه، أكد نائب المدير العام لمكتب التربية والتعليم عيسى القميري أن المكتب يقدم التسهيلات كافة لتطوير التعليم في محافظة المهرة، ويشجع التعليم الأهلي لرفد المحافظة بكوادر متخصصة. السلطة المحلية نؤكد على دعمنا لقطاع التعليم العام والأهلي، وتأتي مدارس التعليم الأهلي لتكمل جهود التعليم العام وتتكامل هذه العملية التعليمية. مدارس الرواد مثل ما تحدث الأخ نائب مدير التربية والتعليم أنها من المدارس الرائدة والمتميزة في المحافظة، نتمنى أن يستمر هذا الجهد وهذا العطاء في هذه المحافظة.